دلوقتي احنا معانا نموذج تحدي للبطله شيماء سامي. شيماء قدرت ان هي تكون اول لاعبه افريقيه بكرسي متحرك تحصد 3 ذهبيات دوليه في الريشه الطايره بعد تالقها المتواصل الحقيقه، وخاصه انها بدات رحلتها كمان بالعاب القوه ومن بعدها بقى لعبه الريشه الطايره. شيماء قدرت انها تحصد 2 ميداليتين ذهب من دوري الشركات المقام في بورسعيد، وبتسعى للتأهل لباريس 2024 عشان تكون اول لاعبة تتأهل للأولمبياد في الريشة الطائرة من ذوي الهمم. سلسلة من التفوق الدولي حققتها بطلة الريشة الطائرة شيماء سامي حتى أصبحت أول إفريقية تحصد 3 ذهبيات في بطولة دولية، وذلك على الرغم من تعرضها لأزمة صحية، إلا أنها استطاعت التغلب على إعاقتها في المجال الرياضي. رحلة شيماء سامي بدأت بخطأ طبي تعرضت له وهي في عمر 3 سنوات نتيجة حصولها على حقنة لا تناسب حالتها الصحية، نتج عنها ارتخاء بأعصاب الجسد لتخضع لست عمليات جراحية، لكنها لم تتعافى بشكل كامل وتأثر جسدها بشكل سلبي لتنعدم نسبة الأعصاب في إحدى قدميها وتصل إلى 40% بالقدم الأخرى، حتى أصبحت مستخدمة للكرسي المتحرك. حصلت شيماء على ليسانس آداب قسم اللغة العبرية ودخلت المجال الرياضي من خلال ألعاب القوى، ولم يمنعها الكرسي من تحقيق ذاتها، وحصلت على أول بطولة في عام 2003 لتحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بأبوجا بنيجيريا. وواصلت سلسلة نجاحاتها حتى حصلت على بطولة العالم في ألعاب القوى عام 2013. وبعد تميزها في الجانب الرياضي اتجهت شيماء إلى التنس الأرضي بجانب ألعاب القوى، وبعد تحقيق ذاتها بالمجال بدأت في لعبة الريشة الطائرة عام 2017، وحصلت على بطولة إفريقيا لأعوام 2021-2022-2023 بشكل متتالي. فازت شيماء بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة أوغندا الدولية في الفردي والزوجي والزوجي المختلط، لتصبح أول إفريقية تحصد 3 ذهبيات في بطولة دولية للريشة للعام الثاني على التوالي، وتسعى للحصول على فرصة التأهيل بباريس عام 2024، وتحلم بأن تصبح أول لاعبة تتأهل الأولمبياد في الريشة الطائرة من ذوي الإعاقة.